ضيفي عبر الهاتف مباشرة من عدن الدكتور علي الخلاقي الباحث السياسي والعسكري. دكتور، إذا الجيش اليمني استعاد السيطرة في معاركه العسكرية على بلدة يختل، يعني أهمية هذه المنطقة وأيضا تأثير ذلك على الحوثيين وتأثير ذلك على سير المعارك العسكرية على الأرض؟ شكرا لكم. في البداية دعونا نترحم على روح الشهيد القائد أحمد سيف اليافعي الذي استشهد فجر يوم أمس وهو يواجه فلول الحوثيين في جبهة الساحل الغربي، وما الانتصارات التي جاءت تباعا بعد استشهاده إلا أخذا للثراء من هذه العصابات، حيث تمكن رفافه من أفراد الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية من السيطرة على منطقة يختل وكذلك جبل النار الذي يطل على معسكر خالد، وهو هدف الآن لقوات الجيش الوطني والمقاومة. منطقة يختل تقع إلى شمال المقهى، وهي نقطة هامة على الطريق إلى الخوخة ومنها إلى الهدف الاستراتيجي الذي وضعته القوات الشرعية المدعومة بقوات التحالف وإسناد المقاومة الجنوبية لاستكمال السيطرة على الساحل الغربي، وذلك بالتنسيق مع جبهة حرب وميدي التي تتحرك من جهة الشمال وكذلك تلك الجبهة من جهة الجنوب. وهذا يعني ان هذه المنطقه هي حلقه ضمن حلقات الانتصارات المتتاليه التي تحقق في جبهه الساحل الغربي في وقت قياسي باسناد من قوات التحالف العربي وبالذات الامارات العربيه الشقيقه. شكرا لك على هذه المعلومات دكتور علي الخلاقي الباحث السياسي والعسكري، كنت معنا عبر الهاتف مباشره من عدن.